هذه القضية بأي شكل من الأشكال. يعني الجيش الإسرائيلي سيقدم لنتنياهو وحكومته خطة دخول رفح خلال الأيام المقبلة، خلال أسبوع على الأكثر، وربما المستوى السياسي في إسرائيل سيتخذ القرار بدخول رفح بأي شكل من الأشكال. لا نعرف كيف سيكون في المقابل محكمة العدل الدولية في استبيانها المقبل يوم 25 فبراير. ربما سيتأخر هذا الموعد عن فعل إسرائيلي يخشى منه، فبالتالي ستضع إسرائيل العالم كله أمام إشكالية، تضعه أمام واقع لا يريده العالم، على الأقل العالم الإنساني. صحيح كلامك. أنا بدي أحكيك شغلة واضحة جدا وصريحة، لماذا ننتظر لأن يحدث الحدث ونندد ونشدد وإلى ما ذلك؟ يجب على هذا العالم اتخاذ إجراء الآن. نحن لا يعنينا لا قرار الحكومة الإسرائيلية ولا يعنينا الشعب حتى نفسه، الذي يعنينا منسق الأمم المتحدة، وكيل الأمم المتحدة، منظمة حقوق الإنسان، كل المنظمات الدولية، المجتمع العربي، الجامعة العربية، الجامعة الإسلامية، مجموعة دول عدم الانحياز، كل هذا العالم. هل يمكن أن تكون إسرائيل على صح وكل هذا العالم على خطأ؟ إسرائيل مقبلة على مجزرة في رفح، وهذا الكلام على مرأى ومسمع العالم، ويجب على العالم اتخاذ إجراء. المحكمة ستتخذ، أنا متأكد أن المحكمة ستتخذ إجراء تحويل ممكن هذا القرار إلى الأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار تنفيذي، لأنه القرار التنفيذي هو فقط في الأمم المتحدة. وأخشى ما أخشى الحل الأمثل أن تقوم أمريكا بلجم هذا الكيان، لأنه أمريكا هي الداعم الأساسي، هي وبريطانيا، إلى دولة الكيان الصهيوني. اليوم نحن بنناشد الكل وبنقول للكل، إذا لم تلزموا إسرائيل بأن تقف هذه الحرب، سوف تكونوا جميعا مشاركين في قتل الشعب الفلسطيني، لأنه نتحدث اليوم قبل حدوث أي شيء، قبل حدوث أي مجزرة، لأنه هذا الاحتلال لم يقدم إلى الشعب الفلسطيني إلا المجازر، لم يقدم إلى الشعب الفلسطيني إلا القنابل، وأنتم تدعمون. وأنا بدي أقول لك شغلي، لا، المحكمة الاستشارية من يومين بالضبط في هولندا أخذت قرار بعدم بيع قطع الغيار للإف 35 للإسرائيليين، أنا بعتبره قرار إيجابي. فيجب على هذه المحاكم وهذه الدول وهذه المجتمعات العالمية من الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء قوي وليس كلاما، بالعكس يجب أن يكون قرارا فاعلا. وأنا أعتقد إذا لم تنتصر العدالة أخ أحمد بهذه المرحلة الصعبة والمعقدة، أنا أعتقد أنه نحن يسود لدي بالعالم شريعة الغاب، والقوي أكل الضعيف وإلى ما هنالك، ونحن القانون المشكلة الكيل بمكيالين، هذا لا يمكن قبوله. في أوكرانيا يطبق كل القوانين، وفي القضية الفلسطينية لا يطبق كل القوانين. وين العدالة؟ أين العدالة في هذا الأمر؟ نعم. أعتقد أنه اليوم يجب على العالم أن يرى بضمير حي، ونحن لا نستجي أحد، على العكس من حق الشعب الفلسطيني بناء دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه الفلسطينية. اليوم ندخل اليوم 134 في هذه الأزمة في قطاع غزة، وقد سقط أكثر من 35,700 شهيد ومفقود حتى الآن، في ارتكاب لإجمالي ما يصل إلى 2503 مجازر إسرائيلية ارتكبتها في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من لاهاي السيد زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا. شكرا جزيلا لك.